السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم طريقة تخزين ورق العنب. هون عندنا كمية من الورق. أول شي الورق لازم نجيبه يكون يعني هالشكل هذا، يكون رقيق، يعني لا تجيبونه ثخين. أول شي راح نشيل منه هاي العواد هالشكل ها، نحاول انه نحطها كلها فوق بعضها بالشكل هذا. نعمل كل الكمية. بعد ما خلصنا كل الكمية وطبقناها بهالشكل هذا، طبقها فوق بعض بشكل متساوي. نبلش راح نحط المي. راح نبلش بالطريقة شلون راح نعملها. راح نجيب مي نغليها ونحط بها ورق العنب مع الملح. راح نشوفكم شلون الطريقة. هون عندي بطنجرة غليت مي، يعني مي ما لها يعني عيار محدد، حسب انتو بالنظر شقد عندكم ورق عنب بتحطون مي. راح نحط ملح، ملح مونة طبعا. هون عندي نص الكوب ملح، نحطه بالمي المغلية ونحركه لبين. نبلش ننزل بيه الورق بالشكل هذا، نضغطه. ننزل كل الكمية ونضغط. هون بعد ما خلصنا بهالشكل هذا نضغطه لبين ما كله يوصل الماي، وراح نثقله. ثقلوا باي شيء عندكم، ثقلوه بهالشكل هذا، نضغط عليه نثقله، نخليه شوي لبين ما يتغير لونه، بعد نرجع للمرحلة اللي بعدها. هون بعد ما بردت معانا الماي وتغير لونه الورق العنب، راح نبلش نحطه بهالشكل هذا، نلف ولف ونحطه. وين بعد ما خلصنا عبيناها راح نحط هسه هذولا من فوق بهالشكل، ضغطناها من الأسفل بهالشكل هذا، وراح نضغطها بهالشكل هذا لبين ما تتعبى معانا كل الكمية. هون أخذت معانا كل الكمية، نضغطها وراح نحط عليها المي. المي نفسها اللي غلينا بيها الورق راح نحطها عليها. هون راح نحط عليها عشان ما يطلع معانا الورق. حطوا أعواد أو عندكم هاي البلاستيكية هاي. نحط الماي لبين ما يتغطى معانا كله. هالشكل هذا راح نسكر عليه.
سكره بشكل انه ما يفوت عليه الهواء ابدا، سكروه يعني باحكام. وصار جاهز عندنا، يعني هذا يضل معاكم سنه ما يسيبه شيء. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وتجربونها، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم.